السلام عليكم أعزائي التلاميذ، ألتقي بكم مجددا من خلال درس جديد في مكون الجغرافيا، ألا وهو درس التجارة مرآة الاقتصاد المغربي لفائدة تلاميذ مستوى الثانية ثانوي إعدادي. ترتيب الدرس في المقرر هو رقم 10، وأشدد على أنه ينبغي أن يكون برفقتكم في الكتاب المدرسي لكي تتابعوا معي الشرح من خلال الوثائق الموجودة في الكتاب. وبعد الانتهاء من مشاهدة الشريط عليكم نقل المضامين الواردة. إذا المضامين أو المحاور التي سنقف عندها من خلال هذا الدرس هو التعريف بالتجارة ومقوماتها، على أساس أنه كنا قد درسنا سابقا قطاعي الفلاحة والصناعة في المغرب، وتوقفنا عند تنظيم كل من القطاعين وأيضا مكونات كل قطاع الأحدة، ثم المشاكل أو التحديات التي يعرفها كل قطاع. إذا نفس العملية أو نفس المحاور ندرسها أيضا في دراسة بالنسبة لقطاع التجارة. سنتعرف على المفهوم ثم أنواع ومكونات التجارة المغربية، أيضا سنقوم بمقارنة الصادرات والواردات المغربية من حيث القيمة ومن حيث الحجم، ونقف أيضا كخطوة ثالثة على المشاكل التي يعاني منها قطاع التجارة بالمغرب. إذا كتقديم لإشكالي لهذا الدرس، هناك علاقة وطيدة بين قطاع التجارة وقطاعي الفلاحة والصناعة، بحيث أنه لا يمكن أن يكون هناك قطاع تجاري بدون منتجات فلاحية وصناعية، وبالتالي فإن حركية الاقتصاد المغربي إجمالاً تنعكس على النشاط التجاري. إذا فما هي المقومات التجارة المغربية وما طبيعة المشاكل المطروحة بالنسبة لهذا القطاع؟ وهذين المحورين هما ما سنقف عندهما تحديدا بالنسبة لهذا. إذا نبدأ أولا بأنواع التجارة المغربية، ممكن أن تتابعوا معي في خطاطة النشاط الأول. الخطاطة الوثيقة رقم 1 وهي عبارة عن خطاطة. قبل ذلك أقدم تعريفا للتجارة، وهي نشاط اقتصادي. إذا كما قمنا بترتيب سابقا ترتيب الأنشطة الاقتصادية، قلنا أن الفلاحة هي النشاط الأول، ثم الصناعة النشاط الاقتصادي الثاني، ثم التجارة هي النشاط الاقتصادي الثالث. هذا النشاط كما أشرت أنه لا يمكن أن يكون بدون أن يكون هناك منتوج فلاحي وصناعي، بحيث أنه التجارة تعمل على ربط الصلة بين المنتج والمستهلك. المنتج الذي ينتج المنتوج سواء المنتج الفلاحي أو الصناعي اللي هو البائع، أو والمستهلك وهو المواطن العادي الذي يوكل على شراء هذه السلع أو المنتوجات سواء كانت فلاحية وصناعية. هذا النشاط ينقسم أو نصنفه إلى نوعين. هناك تجارة داخلية حسب ما هو وارد لديكم في الوثيقة. هذه التجارة الداخلية تعمل على تجميع البضائع من المنتجين داخل المغرب وتوزيعها على المستهلكين أيضا داخل المغرب، وذلك يتم إما بواسطة تجار جملة أو نصف جملة أو تجار تقسيط في الأسواق المركزية بالمدن. إذا عندما نقول تجار الجملة المقصود بها يعني المنتج الذي يبيع بكميات كبيرة، بينما التجار التقسيط هم أولئك التجار الذين نتعامل معهم نحن كمواطنين، بحيث نحن كمواطنين نشتري فقط في التقسيط يعني بكميات أقل، بينما البائع الذي سيقبل على يعني بيع المنتوج هو الذي يشتري إما بالجملة أو بنصف الجملة.
هذه الحركيه التجاريه الداخليه بين المدن تتم عبر يعني اسواق مركزيه في مختلف انواع المحلات التجاريه، سواء الاسواق الممتازه او المحلات الصغرى وغيرها. بالنسبه للبوادر فحركه التجاره بالاساس تكون في الاسواق الاسبوعيه، في القرى هناك سوق اسبوعي يعني يحدد حسب يوم معين. الصنف الثاني من التجاره هو ما نسميه التجاره الخارجيه، وهي التي تقوم على تصدير او بيع المنتجات التي يعرف فيها المغرب فائض المنتوج، بينما يقوم المغرب باستيراد حاجياته من الخارج، بمعنى تصدير وعملية البيع، بيع منتوجات وطنية إلى الخارج. أما الاستيراد فهو شراء منتجات أجنبية من الخارج. وهذه التجارة الخارجية أكيد أن المغرب يربط علاقات تجارية مع مختلف بلدان العالم. إذا مثلا نجد أنه مستثمر المغرب المواد التي يعرف فيها فائض، هناك منتجات فائض مستوى الفوسفات، مستوى المنتجات الفلاحية كالحوامض مثلا أو بعض منتجات الخضروات. إذا هذا النوع من المنتجات يقوم المغرب بتصديرها، طبعا هناك منتجات أخرى. بينما الاستيراد إذا نجد أن المغرب يستورد مثلا مختلف أو معظم حاجياته المصادر الطاقة، لأن المغرب يعرف نقص في هذا المنتجات. النقطة الثانية هي المتعلقة بمقومات التجارة أو الأسس التي يقوم عليها قطاع التجارة سواء الداخلية أو الخارجية. ممكن أن تتابعوا معي في الوثيقة 2 صفحة 116، إذا توضح مقومات التجارة بالنسبة للتجارة الداخلية. إذا الأسس التي تقوم عليها التجارة الداخلية بحسب ما هو وارد لدى في الخريطة، هناك شبكة من البنية التحتية أو شبكة من الطرق، طرق سيارة، ثم هناك طرق أخرى. طرق سيارة هي الطرق المؤدة عنها، هناك طرق البرية ثم طرق سيارة أيضا هي برية ولكن المؤدة عنها التي عنها المواطنون يعني مقابل الخدمات التي تقدمها، بالإضافة إلى شبكة من السكك الحديدية. إذا الملاحظة التي يمكن أن تخلصها الإنتاج الذي يمكن أن تخلصها من الخريطة أن هناك امتداد أو تركز لمختلف أنواع هذه الطرق في الشمال الغربي من البلاد، بحيث أنه مثلا نجد أن طرق السيارة تركز في الشمال الغربي، أيضا في السكك الحديدية لأن هناك السكك الحديدية بعضها لا يصل إلى بعض مناطق في الجنوب والشرق. ذلك تبقى هذه البنية التحتية وهذه الطرق إذا هي أساسية بالنسبة لعملية نقل السلع والبضائح داخل البلاد. بالنسبة للتجارة الخارجية المقومات حسب الخريطة الثانية المقومات الأساسية للتجارة الخارجية إذا هما اثنان، هناك الموانئ حيث الموانئ تعتبر مراكز رئيسية تمر عبرها مبادلات المغرب مع الخارج، وأعلى نسبة من المبادلات التجارية الخارجية تتم عبر الموانئ. أيضا نجد أنه أعلى نسبة من المبادلات التجارية عبر سواء يعني عبر الموانئ المطارات، إذا تتم يعني في أيضا في القسم الشمالي الغربي من البلاد وخاصة من أي طنجة ودار البيضاء، دار البيضاء بالأخص. النوع الثاني من المقومات التي تقوم عليه التجارة الخارجية هناك المطارات، مطارات أيضا
لها دور في عملية التبادل التجاري مع الخارج، رغم أنها بنسبة أقل من الموانئ. أهم هذه المطارات هي مطار محمد خالد في الدار البيضاء. أيضا نجد أن أبرز هذه المطارات إذا تتركز في الشمال الغربي من البلاد. إذا إجمالا نستنتج أنه عموما بنية تحتية الخاصة تجاه عملية نقل السلع والبضائع، سواء من يعني وسائل المواصلات من طرق برية أو سكك حديدية أو طرق سيارة أو موانئ أو مطارات، تتركز بالقسم الشمالي من المغرب، وهي مسألة يعني واضحة. لماذا؟ لأنه وعادية، لأنه أيضا لأن أعلى نسبة من الساكنة المغربية تتركز في القسم الشمالي من المغرب، وأن أبرز أنشطة أيضا الاقتصادية تتركز في القسم الشمالي من المغرب وتقل باتجاه الجنوب. ننتقل إلى محور آخر وهو يتعلق بالمقارنة بين الصادرات والواردات المغربية سواء من حيث الحجم أو القيمة. هنا ينبغي أن تتابعوا معي جيدا في الوثائق 119. سنقوم أولا بمقارنة بين الصادرات والواردات المغربية من حيث الحجم. عندما أقول من حيث الحجم المقياس هنا بالألف طن. لاحظوا معي الجدول، وما يمكن استخلصه من الجدول، ونفسه ما يمكن استخلصه من الميديانين وثيقة رقم 5. بالنسبة للجدول، إذا أردنا أن نقوم بترتيب المنتجات من حيث أو حجم المنتجات المصدرة، نجد أنه يعني ترتيبها نجد أنه أهم ما يقوم المغرب بتصديره أو المادة التي تحتل الرتبة الأولى فيما يخص الصادرات من حيث الحجم هي المواد الخام. عندما نقول مواد خام هي المواد الخام هي غير مصنعة، بحيث أنه تصل نسبة هذه المنتجات هي 51.46%. تليها أنصاف المنتجات يعني المواد اللي هي غير مصنعة بنسبة 32.8%. هذا يعني أنه المواد الخام والمواد نصف المصنعة والمواد الخام في الدرجة الأولى هي المواد اللي هي أكثر تصديرا في المغرب من حيث الحجم. إذا قمنا بمقارنة على مستوى الواردات، نجد المواد التي تحتل الرتبة الأولى على مستوى الواردات من حيث الحجم هي المواد الطاقة وزيت الشيب، أي مصادر الطاقة بنسبة 43.53%. بالتالي الخلاصة أنه المغرب من حيث الحجم يعني المواد التي يصدرها أكثر من حيث الحجم هي المواد الخام والمواد نصف المصنعة، بينما المواد الأكثر استيرادا من حيث الحجم هي المصادر الطاقة. ننتقل إلى الوثيقتين رقم 6 و 7 لنقوم بمقارنة، مقارنة أيضا الصادرات والواردات ولكن هذه المرة من حيث القيمة. المعيار أو مقياس القيمة هو المليون درهم. لاحظوا الجدول رقم 6، أيضا نشوفوا ترتيب دول، ترتيب المواد أو المنتجات. إذا من حيث التصدير ومن حيث الصادرات، إذا المواد اللي هي تحقق على قيمة، على قيمة بالنسبة ما يخص التصدير هي أنصاف المنتجات. لاحظوا هي نفس الألوان واردة في الأعمدة، أعمدة الميزانة هي نفس الألوان موجودة في الجدول. إذا المواد الأعلى تصديرا من حيث القيمة هي قلنا أنصاف المنتجات بنسبة 120.20%
المئة وتليها مواد الاستهلاك على مستوى الواردات. إذن على يعني المواد التي يستوردها المغرب و فيها المرتبة الأولى من حيث قيمة أو تحقق المرتبة الأولى من حيث قيمة الواردات هي المواد، أيضا هي مصادر الطاقة بنسبة 20.57%. طبعا الحال يعني هي ما ستخلصونه من الجدول هو ما ستخلصونه من المبيانات، فقط ركزوا على الألوان. إذا الألوان موجودة في الأعمدة هي نفسها الألوان موجودة في الجدول. إذا كخلاصة نستخلص بأنه التجارة المغربية أو معظم ما يصدره المغرب عبارة عن مواد صادرات، هي عبارة عن مواد خام، يعني مواد خام غير مصنعة، وأنصاف منتجات، يعني منتجات هي نصف مصنعة. بالنسبة للواردات فتغلب عليها مصادر الطاقة إضافة إلى مواد غذائية ومصنوعات جاهزة كالمواد الكهربائية الإلكترونية آليات النقل وما إلى ذلك، بحيث أنه تفوق الواردات المغربية صادراته، واردات مغربية تفوق الصادرات سواء من حيث الحجم أو من حيث القيمة، يعني كما لاحظنا الوثائق. طبعا حال هذا الأمر يؤدي إلى عجز دائم في الميزان التجاري المغربي، بحيث أنه إذا كانت قيمة الواردات أعلى من قيمة الصادرات للمبادلة التجارية الخارجية، إذن هذا يعني أن هناك عجز في الميزان التجاري. بعيد ذلك، إذا كانت قيمة الواردات المغربية، إذا كانت قيمة الواردات أعلى من قيمة الصادرات، هذا يعني أنه هناك عجز في الميزان التجاري، بحيث أنه عندما تكون هناك قيمة الواردات أعلى هناك يعني خسارة بالنسبة للواردات. ننتقل إلى محور آخر وهو ما يتعلق بمشاكل قطاع التجارة المغربية. إذن أيضا سنصنف هذه المشاكل إلى مشاكل لها علاقة بالتجارة الداخلية ثم مشاكل لها علاقة بالتجارة. إذن بالنسبة للتجارة الخارجية، المشكل كما تحدثنا عنه سابقا الأساسي للتجارة الخارجية هو عجز في الميزان التجاري، وذلك بسبب ارتفاع قيمة الواردات مقارنة مع قيمة الصادرات، لأنه المنتجات التي يقوم المغرب بتصديرها وهي عبارة عن مواد خام غير مصنعة أو منتجات فلاحية وأخرى، يعني هذا النوع من المواد من حيث قيمتها إذن فهي أقل قيمة من المنتجات التي يقوم المغرب باستيرادها، مثلا من منتجات الطاقة وتجهيزات النقل والآليات. إذن فقيمة أو أسعار منتجات الطاقة وتجهيزات النقل إذن تبقى أعلى من قيمة المواد التي يصدرها المغرب، مثلا كمنتجات فوسفات أو منتجات الفلاحية، وهذا ما يؤدي إلى أن قيمة الواردات تكون أعلى من قيمة الصادرات، وبالتالي هناك عجز في الميزان التجاري. إذن هذا هو المشكل الأساسي في التجارة الخارجية. أما بالنسبة للتجارة الداخلية فالمشاكل تتجلى في ضعف جودة البنية التحتية، مجموعة من الطرق المغربية لا ترقى إلى مستوى المطلوب. لاحظنا أيضا من خريطة البنية التحتية سواء في التجارة الداخلية أو الخارجية أن معظم الطرق الحديدية والموارد المطر كلها تتركز في القسم الشمالي من المغرب.
أيضا هناك ضعف القدرة الشرائية للمواطنين فبالتالي وله علاقة بضعف الأجور، إذا هذا لا يساهم في رفع وتيرة الاستهلاك وبالتالي لا ينعش قطاع التجارة. نقطة أخرى ومشكل آخر يتعلق بعدم قدرة التجار المغاربة على مواجهة المنافسة من طرف تجار كبار أو الأجانب. إذا أخيرا رغم أنه مجهودات الدولة من أجل إنعاش قطاع التجارة وتأهيله وتطوير الاقتصاد إلا أنه من ذلك هناك مجموعة من المشاكل التي لها علاقة دائما إما بضعف البنية التحتية أو بالأخص بعجز الميزان التجاري. إذا هذين مشكلين رئيسيين بالنسبة لقطاع التجارة. إذا بخاتمة هذا الدرس أكون قد انتهيت من شرحه وأتمنى أن أكون قد وفقت في ذلك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.